سلام الله عليكم مبشر 24، أهلا بكم. ها هي المياه تعود لمجاريها، وتأتي الرياح بما تشتهيه سفينة العلاقات المصرية التركية. فبعد أول مصافحة بين أردوغان والسيسي على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر، العلاقات التركية المصرية تأخذ شكلا جديدا. فما الذي سوف يعود على البلدين من تحسن العلاقات؟ وكيف سيكون لذلك التحسن تأثير في قضية سد النهضة؟ وما هو عربون المحبة الذي يقدمه أردوغان إلى السيسي؟ كل هذا وأكثر سوف نعرفه في الفيديو القادم. بدأت العلاقات التركية المصرية تأخذ شكلا جديدا، فقد أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال اجتماعه مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة، أعلن أنه سوف يتم التحضير لعقد قمة ثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف شكري أنه تم مناقشة العديد من القضايا، وفي مقدمتها تذليل أي ما قد يحد من تطور العلاقات الثنائية والارتقاء بها وتنمية المؤسسات بين البلدين والجهود المبذولة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة وتوسيع رقعتها سواء كان اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا. أوضح شكري كذلك أن وزير الخارجية التركي أبدى استعداده للمساهمة في حل قضية سد النهضة، وذلك من خلال تشجيع أديس أبابا على التوصل لاتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة. من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن ملف المياه موضع نزاع في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها التدخل ولو كان هناك إذا كان هناك احتياج للوساطة التركية لحل قضية السد. وأضاف أوغلو خلال تصريحات تلفزيونية أن تركيا تعلم أن هناك مشكلة بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف المياه، معلقا: نحن مستعدون ولدينا خبرة في هذا ويمكننا مشاركتنا مع أشقائنا في حال طلبها، منوها إلى أن بلاده سوف تبذل قصارى جهدها حتى لا تنقطع العلاقات بين البلدين مرة أخرى. السؤال هنا: لماذا تريد تركيا تحسين علاقتها مع مصر؟ في هذا الصدد قال مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن سونار كاجاباتاي، يقول إن أنقرة مهتمة للغاية بإصلاح العلاقات مع العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسهم السعودية ومصر والإمارات وإسرائيل. أوضح كاجاباتاي أن الرئيس التركي يحاول جاهدا إنعاش الاقتصاد في بلاده، ما دفعه للتقرب في أنقرة في الفترة الأخيرة مع السعودية والإمارات، وتبادل وفود البلدان الثلاثة الزيارات. تابع مدير برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن أنه بالنسبة إلى تحسين العلاقات مع مصر، فإن تركيا تسعى جاهدة لخلق حليف لها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا بخصوص التنقيب في المياه الإقليمية، منوها إلى أن أنقرة تسعى بكل الطرق لتحسين موقفها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد توقيع القاهرة وأثينا اتفاقات بين البلدين بخصوص التنقيب عن الغاز في منطقة المتوسط. فهل ستعود العلاقات التركية المصرية إلى سابق عهدها؟ وهل سيكون للدور التركي تأثير كبير في حل أزمة سد النهضة؟ كل هذا سوف تكشفه الأيام القادمة. نهاية المباشر، في أمان الله.